حماية الإنسان بإذن الله تعالى من كثير من الابتلاءات التي لم يقدر الله تعالى أن تصيبه، ويكون سبب صرفها عنه بإذن الله هؤلاء الذين وكلوا من الملائكة برد الأذى عنه بأمر الله تعالى. قال إيش يعني؟ يعني قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له أي للعبد للإنسان منا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات أي كأنهن يعتقبنه، والاعتقاب هو الذي يكون مراقبا للإنسان فيكون خلفه مباشرة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فإذا هم هذه الملائكة تتعقبه أو تراقبه من حوله من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. قال أهل العلم: من هنا بمعنى بي، قال يحفظونه بأمر الله، من أمر الله أي بأمر الله. قال أهل النحو رحمهم الله أيضا من علماء العربية: أحرف الجر تتعاور. قال إيش يعني؟ يعني تتبادل، يعمل هذا الحرف من الجر، من أحرف الجر المشهورة في اللغة، مكان ذاك الحرف وذاك الحرف مكان هذا الحرف. وهنا كذلك يحفظونهم من أمر الله أي بأمر الله. كنت سائرا في طريق ولم تنتبه فقطعت شارعا، فإذا بسيارة كانت تصدمك، بينك وبينها شعرة، أو أنك تقدمت خطوة ثم مرت، الله تعالى ساق إليك ملكا بإذنه وبأمره لتتقدم هذه الخطوة. ولولا تقدمك حينها بأمر الله لضربتك هذه السيارة فكانت سببا في وفاتك، ولكن الله لم يقضي وفاتك الآن.